ببيناتنا اليوم موضوعنا إنساني بحت، موضوع بدنا نطلب فيه مساعدتكم مشاهدينا. بدي تضلوا معنا بكل هالفقرة لحتى تسمعوا قصة السيدة جي جاكاريان وسيد جان جاكاريان زوجة، لحتى تعرفوا ليه عايزين مساعدتكم اليوم. خليكم معنا. صباح الخير جي جي. بونجور. بونجور أنيا. جي جي، أنت اليوم لحتى تخبرينا عن حالة إنسانية عندكم بالبيت. نعم. هي حالة زوجك الصحية. نعم. اللي هو بعده بال 35 من عمره. نعم. إنما عنده مشاكل صحية كبيرة وبحاجة اليوم لعملية زرع كلوي، واليوم نحن رح نساعدكم إن شاء الله نقدر قد ما فينا لحتى ناخد تبرعات على الهواء. فأنا اليوم قبل ما بلش أنا وياك جيجي رح أطلب من مشاهدينا يتابعونا يشوفوا الرقم اللي عم ينحط قدامكم على الشاشة لحتى قد ما فيكم تتبرعوا اليوم لجان جاكاريان، وأيضا فيكم تتصلوا على الهواء أو تحت الهواء لحتى تاخدوا جميع التفاصيل وأيضا للتبرعات. جيجي، حضرتك قد ايه صار لك مزوجة؟ 10 سنين. 10 سنين. أيمتى بلشت المشاكل الصحية مع زوجك جان؟ من شي 5 سنين. وحضرتك طبعا عندك ولدين، بنتك عمرها 9 سنين وابنك عمره 4 سنين. شو اسمهم؟ ريتا 9 سنين، ميشيل 4 سنين. نعم. لكن يعني مش من زمان كتير، ومن اول ما ولد ميشيل بلشت المشاكل. نعم. الصحيه مع زوجك. نعم. عنده مشاكل بالكلاوي، كيف بلشت القصص معكم؟ في مرض اسمه حمى البحر الابيض المتوسط، هيدي بتجي باغ لي جين، من الجينات بس تقريبا للارمن وبعض يعني بعض. نعم. نعم. هي مشاكل بتجي من الجين. جينية. نعم. فجوني من 5 سنين بيجي شكل وجع بطن كثير قوي. نعم. يعني ما بيقدر الانسان يتحمله. وجع بطن بيضرب عضو من اعضاء الجسم. فجون اول ما بلش كان سنة ونص، بيجي وجع بطن كتير كتير قوي. رحنا عند كذا حكيم، للأسف ما تشخص المرض بالوقت المناسب. آخر شيء إنه عبى جسمه كله مي، ما بقى يقدر ينزل على الشغل. نعم. وكتير تعب، ضل فترة شهر. وبعدكم ما عم تعرفوا من شو؟ بعدنا ما عم نعرف من شو. نعم. هل كان في حرارة؟ وجع بطن. وجع بطن قوي. وجع بيصير كتير أبيض على صفار. نعم. وبلش جسمه لكن يتأثر بالأوجاع وبالورم اللي نعم كان نعم كثير ورم جسمه. لإجا وقت إنه كنت بالمستشفى عم باخذ موعد مع حكيم، رجعت على البيت شفته بوضع مزري، يعني مي وصل لعيونه تقريبا. أخذنا إرجانس عند حكيمة. نعم. حكيمة قالت لي قد إيه بقي على هالحالة؟ شي شهرين. بس وقت وصلنا عند الحكيمة قالت لي سون كاري سيريو، وضعه كثير خطر يعني بده يفوت على المستشفى. فات على المستشفى، ضل فترة شي شهر ونص. بعد الشهر ونص للأسف فتت لعنا الحكيم، قال إنه الكلاوي ما عم يشتغلوا، بدنا نبلش على الدياليز. قلت بس هذا قراركم، توقفوا الكلاوي وتفوتوا على الدياليز أو يعني طبعا بدها تدهور حالته ويمكن يوصل للأسوأ. نعم نعم. بلش صلينا وهيك الله عطانا الإلهام إنه دياليز منا احسن من غيرنا، هيدا حكمه ربنا. نعم. وشو ما امر فيه الله، نحن ما عندنا ابدا اي اعتراض. انما هون كان تشخص المرض؟ هون تشخص المرض انه لانه عملت له بيوبسي الحكيمه وطلع انه من لافيفر ميديترانيان، ولكن كان الوقت متاخر شوي لان كمان انضربوا الكلى للاسف. نعم. بلش غسيل كلاوي قد ايه له؟ هلا صار له شيء 4 سنين. 4 سنين. شو اثر هالموضوع على حياته؟ كثير. ما عم يقدر يشتغل؟ لا، عم ينزل على الشغل، مع انه جوني شخص كثير كثير طموح وكثير ايمانه بالله كبير، ولهلا اذا بتشوفيه هو عم يعطيني القوه. نعم. لكن كمل بشغله، انما طبعا باداره المعمل اللي بيشتغل فيه جربوا يساعدوه شوي. هو كان قلتي لي بيشتغل اشياء يدويه. نعم. صب حديد. نعم. وفضه ونحاس. نعم. ولكن ما عم يقدر بقى جسديا. نعم. هلا عم يشتغل على الكمبيوتر. نعم. وعم يساعدوه ماديا كمان، لانه كل شهريته عم توصل اخر الشهر، لانه جوني عطى كثير بهيدا الشغل. نعم. جوني فات صغير عادي المصلحه. نعم. ولهلا بعده معهم وكثر خير الله الحمد لله. انه طبعا الايادي البيضاء كثيره والاشخاص. نعم. المساعدين ايضا. نعم. صدقيني. نعم.
فبالعمل عم بيساعدوكم مثل ما قلتي لي بمدرسة الأولاد أيضا عم بيساعدوكم أكيد. مدير المدرسة يمكن أنا الشخص الوحيد يلي ما بي ما بي ما بيجبرني بقصة شهري بيقول لي شو ما توفر معك أنا ما عندي أبدا مشكلة، مع إنه كل العالم بيدفعوا عن طريق البنك بس أنا الوحيدة اللي لا. إنما هيدا الشيء منه كافي لأنه حاليا عايزين بحدود ال 35,000 دولار. نعم. واللي نحن عم نجرب اليوم نساعدكم لحتى تجمعون طبعا بمساعدة مشاهدينا اللي بيقدروا يتصلوا على الرقم اللي عم يمرق على الشاشة أو بيتصلوا فينا على الهواء أو تحت الهواء لحتى نقدر نساعد جان لحتى يزرع كلوي اللي بتكلف 35,000 دولار وعمره هو أيضا 35 سنة فقط مع ولدين صغار مجبور يتابع تربيتهم ويهتم فيهم ويهتم بعائلته. هل مرقتوا بصعوبات مادية لحتى وصلتوا لهون جيجي؟ أكيد أكيد مرنا بصعوبات مادية بس نشكر الرب اللي هو بكل خطوة كان معنا عن جد، مش إنه بس حكي بس يعني أدويته لجان كانوا بالشهر كان المفروض أنا أدفع مبلغ 1,000,000 ليرة بالشهر، بس في مدام أني كالوست اللي هي بالكاريتاس كانت كل شهر بتعرف إنه أنا أدي عزت نفسي ما بقدر إلا مدام أني إنه صار وقت الدواء، هي اللي جيجي صار وقت الدواء أنا رح أبعت لك الدواء، تبعتي الدواء لشغلي. وبشكر الله كمان وقت الفحوصات كمان في كثير عالم ساعدوني. نعم. ولهلا انا بعد انا على فكره عمليه لجان الخميس مثل اليوم بعد جمعه وانا يمكن مجمعه 2,300 دولار مبلغ للعمليه اللي هي بتكلف 35,000 دولار، بس صدقوني انا ايماني بالله كثير كبير وبعرف انه ربنا بدقيقه رح يتامن المبلغ وجان رح يعمل عمليه ورح ترجع حياتنا مثل قبل واحسن اذا الله رد. ان شاء الله يا رب اكيد ونحن منضم صوتنا لصوتك ومنجرب نساعد ايضا قد ما فينا. جيجي مرقتوا ايضا بمشاكل صحيه لحتى وصل جان لهون مثل ما تفضلتي وقلتي لي، انما ايضا انجبر يعمل عمليات وهالشيء اللي خليكم تصرفوا مصاري بعد اكثر والمصاري اللي هيك كنتم مجمعينها شوي راحت كلها ومنشان هيك انتم اليوم وصلتوا لهون، شو صار معكم؟ كنا بالوقت الفحوصات التحضيرية المفروض كان جان يعملهم بتعرفي قبل كل عملية. نعم. في فحوصات تطابق أنسجة بينه وبين ابن خاله اللي قرر انه يتبرع له بالكلية واللي بوجه له اكيد تحية. نعم رح نحكي عن هالموضوع طبعا بالتفصيل. نعم. انما قلتي لي انه قبل خاض عمليات. نعم. اخرى بالفحوصات التحضيرية قرروا انه يعملوا له عملية مرارة لانه مرارة كانت شوي ملتهبة وبتعرفي الجسم لازم يكون نظيف من كل الالتهابات قبل العملية. هل هالشيء ايضا بسبب الحمى اللي كان لقطة؟ لا ما بظن. فات لي يعمل عملية المرارة، فتنا على أساس أنه تكلف مبلغ 2,500 دولار لأي شخص عادي. بس جون لأنه عنده مشكلة بالديفيسيت بالفاكتور 11 و 12 بيعملوا نزيف مشاكل بالدم. نعم. طبعا عمل العملية وطلع جون من العملية ورجع لحياته العادية، فكر أنه خلص صار منيح نزل على الشغل. بعد 3 أيام إجا وجع كمان كتير رهيب ببطنه، أخذنا عند الحكيم إرجانس، عرفنا انه صار معه نزيف داخلي والله عن جد رجع ردنا من الموت للمره الثانيه وقعد كمان بالمستشفى مده 15 يوم اللي بتعرفي اذا تكلفة بوهزة. شخص نعم شخص قد ايه دفعته بهون بهالفتره؟ تقريبا ب 10,000 دولار بحدود ال 10,000 دولار هول المصاري كنتوا حضرتكم مجمعينهم للعمليه من اعمالكم. جيجي حضرتك بتشتغلي؟ نعم حاليا عم تشتغلي، انما أكيد. قبل هل كنت امراه عامله؟ لا هلا عم تشتغلي بس كرمال ايضا الوضع الصحي لجان حتى تقدري تساعدي. في وضع خاص. كم ساعه بتشتغلي بالنهار؟ 12 ساعه ايام 16 ساعه حسب. قلتي لي ايضا لحتى تقدروا تامنوا مبالغ العلاجات عملتوا اشياء بعد اكثر من هيك، شو صار؟ نعم. بعنا اغراض بيتنا كلهم، اضطرينا انه هلا نقعد مع بيت عمي. هذا كله عن جد راني ما بيهم هلا، كله هيدا اولادي مع انه صغار بالعمر بس بيعرفوا فايتين بالجو مزبوط وبيعرفوا انه كله رح ترجع غرفتهم، رح يرجعوا العابهم لمحلهم، رح يرجع خصوصياتهم بغرفتهم، كله رح يرجع، بس اهم شيء يرجع جوني بالاول. كيف عم تتعاملي مع الاولاد؟ شو بدي اقول لك، الاولاد عن جد بحسهم كبروا وصغروا بهالمحنه، لانه ريتا مثلا صارت تعرف انه اليوم في دياليز، يعني اليوم ما فينا نحكي بصوت عالي بس يجي البابا من المستشفى،
ميشيل صار يعرف انه اليوم في دياليز، اليوم اربعه يعني في دياليز، تنان في دياليز، فاتوا بال 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 بالمشكله غصبا عني، مش بايدي يعني. جربت بعدهم بس ما قدرت صراحه، لانه فايتين بجو البيت، بتعرفي بيت في مرض يعني، فايتين بجو المرض، ما في جربت قد ما في بس خلص. قد ايه عم بيكون وجودهم هيك ايجابي للوالد أكيد لوالدهم؟ اكيد اكيد هن هلا صاروا، مش صاروا اكيد هن من اول، بس جاني وقت يطلع فيهم بينسى كل شيء، بينسى وجعه، بينسى وجعه. على فكره نحن بالنسبه لنا الخميس رح يكون بدايه حياه جديده عن جد لنا، لانه كل شيء نحن مأجينه لبعد العمليه. مثلا جوني بيقول انا بكره رح ارجع انصح، رح ارجع الثياب القديمه رح يرجعوا يزبطوا علي. قد ايه صار وزنه جوني هلا؟ الخمسين كيلو. ضعف كثير، ضعف كثير من وراء العلاج، وطبعا من وراء الدياليز، من وراء المرض. نعم. مرض كثير كثير تعب صار عليه قبل ما يوصل. نعم. لغسيل الكلاوي. نعم. اكيد غسيل الكلاوي طبعا يمكن في ناس بيقولوا انه طب ما عليه في كمل بغسيل كلاوي، انما الفرق هون انه جان عمره 35 سنه، له 5 سنين بغسل كلى، واذا كمل بهالموضوع في مكان معين رح تبلش الاشتراكات بجسمه ورح يضطر يوقف. فهون بلشت اوريدي. نعم. بلشت الاشتراكات بجسمه، لانه ما بقى في يشرب كونتيتي مي كبيره. نحن بالنسبه لنا الويك اند اذا العالم تنبسط جاي سبت واحد، نحن عن جد بنعتل هم السبت والاحد، ما في ياكل الاحد، ما بيحط شيء بيتمه جوني. بخاف انه يعبي مي، لانه التنان بيروح على الدياليز كثير بيتعب. ولا بيقدر يشرب درج، ما بيقدر يطلع درج اكيد مي، عنده كونتيتي معينه 250 غرام مليليتر سوري ماكسيموم. وجسمه تعب اكيد، ما بقى في شخص بيعمل دياليز بيفرق، شخص عن شخص بيفرق، هو اصلا جسمه كثير ضعيف. نعم. وضعف اكثر بعد المشاكل الصحيه اللي صارت معه، يعني حتى درج ما عم يقدر يطلع كثير مثل صعبة. ما تفضلتي وقلتي لي كيف لقيته الكلوي؟ في ابن خاله لجوني اللي هن ربيانين مع بعضهم من هن وصغار، كان بيسمع لجوني بيغسل بس ما كان بيعرف الوضع اللي وصله جوني. اجوا زياره لعنا من بلد لبلد، بس شاف جوني. نعم. قال له خيي من بكره بدي انزل انا وياك نعمل فحوصات بنشوف. ربنا سهل كل الامور، طلعت زمر الدم ونفس الشيء، والكلوي مطابق. نعم كمان زبط، وكلنا كل ما نجمع شوي مصاري بيروح بيعمل فحوصات، لانه صرنا سنه عم نعمل فحوصات تحضيريه. وهيدي ايضا الفحوصات مكلفه. أكيد جدا. اكيد وعم تضطروا ايضا تدفعوا المصاري اللي عم تشتغلوا فيها. أكيد. لحتى تعملوا هالفحوصات، يعني بما انه تخليتوا عن منزلكم، تخليتوا عن فرش بيتكم. أه. حتى الاولاد يعني انجا عم تدفعوا لهم قسطات مدرستهم اللي هي صارت خفيفه جدا بمساعده مدير المدرسه، ولكن ما وقف عمل جوني، ما وقف يشتغل لحتى يقدر يكمل. أكيد. ولا حتى يتابع، انما وصلتوا لمحل انه بحاجه لهالمبلغ اللي اكبر شوي من ما كنتوا محضرين له. نعم. واللي هو 35,000 دولار، وبما انه بالفعل يعني هيدا حظ ما بيصير دائما. نعم. انه يلاقي هالكلوه المطابقه. نعم. وهالشخص اللي عم يعطيه من جسمه واللي عم يعطيه من حاله لجوني لحتى يقدر يكمل حياه طبيعية. ويهتم بولاده ويكمل حياه طبيعيه طبعا. نعم. يكون عنده الاقل شيء اللي ممكن اللي هو كلوه بس ليقدر يكمل فيها. مزبوط. حياته. اي متى العمليه؟ خميس. الخميس رح تنعمل العمليه بلبنان، واذا ما لقيتوا المبلغ بيتدبر المبلغ، الله كبير، الله ما بيترك حدا، الله سهل لي كل اموري، ما رح يجي كرمال مبلغ من المصاري، ما رح يتكفى المشوار، ان شاء الله رح يمشي المشوار، وانا كثير متفائله عن جد، انا اليوم ظهرت من بيتي، صليت لربنا، قلت له يا الله انا هلا انا طالعه من بيتي، وبتعرف انت حاجياتنا، وبتعرف نحن بشو لشو بعازه، انا هلا بعتقي 3 اشخاص اللي هن اولادي اللي هو جوني، مثل ما اذا كنت انا هلا مريضه هو كمان كان رح يقوم بنفس الشيء يمكن اكثر. يا رب ما تخجلني، ورح ارجع ان شاء الله على البيت، ورح اقول لجوني انه مش الحال، والعمليه الخميس اذا الله راد ان شاء الله. ان شاء الله. هل في مبلغ معين من هالمبلغ الكبير مأمن؟ هلا صراحه في الاستاذه شهيده مخيل، هي محاميه، نحن بنسميها محاميه الفقراء، هي اللي حامله قايمه بالحمله كلها، وهي. نعم. اللي جمعت لي صراحه شوي من المبلغ كمان اللي كان. نعم. قبل. نعم. هي عم تجرب تساعدني.
جيجي نحن طبعا رح نضطر نختم الفقره هون، انما طبعا النداء وصل ورح نرجع نذكر المشاهدين خلال هالنهار انه يقدروا اذا بيقدروا يتصلوا على رقمك لحتى يكون في تبرعات وتساعد الجاني. بنتمنى لكم كل الخير ان شاء الله. الله يكثر اني بشكركم كلكم عن جد ويعطيكم الف عافيه. اهلا وسهلا فيك جيجي زكريا. مشاهدينا نحن وقفه صغيره ومنتابع ام تي في الايف.